السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نبقاو ديما مع الحلويات ديال عيد الأضحى. غادي نحضروا هاد الوصفة ديال واحد الحلوة لذيذة جدا، حلوة بالعسل وبالكاوكاو، مذاقها ولا أروع، شيشة سهلة اقتصادية كيف ما تعودتوا معايا، وفي نفس الوقت البنة حاضرة. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم وفرجة ممتعة. اذا على بركه الله نبداو مع المكونات. غادي نحتاجو 250 غرام ديال الزبده، غادي نحتاج خمره ديال الحلوه، واحد ساشي ديال السكر ملصق بالفانيلا، جوج ديال الصفار ديال البيض، عندي ايضا جوج ديال القطع ديال الجبن المثلث او الجبن يعني الخاص بالدهن، جوج ديال القطع. غادي نحتاج كاس ديال سكر كلاصي او سكر ناعم اللي هي 100 غرام، وعندي واحد شويه ديال الملح دائما، والدقيق حسب الحاجه كيف ما العاده. غادي نقول لكم شحال خدات لي العجينه. صافي، هادو هما المكونات فقط اللي غادي نحتاجو في العجينه ديالنا. غادي نوضعو الزبده في اناء اللي غادي نخدمو فيه. الزبده النباتيه ديال البواطا نستعملوها من الثلاجه، يعني اليوم مع الحراره هي كتذوب ما كتشدش راسها، فضروري كنستعملها من الثلاجه، ما تنخليهاش في حراره ديال المطبخ، في حراره ديال المطبخ كترجع دايبه بزاف. فكنزيد عليها كل من الصفر ديال البيض، سكر كلاصي، الفانيل، الملحه، وداك الجبن المثلث. وغادي نستعمل خلاط كهربائي باش غادي نخلط كلشي. تقدروا تخدموا بيديكم الا بغيتوا، ولكن هنا بالطراب كيجينا اسهل. فكنوضع كلشي في دقه وكنخلط واحد شويه باش ما يطرش عليا داك السكر كلاصي، ومن بعد كنشغل الطراب ديالي، كنطرب مزيان حتى كنحصل على كريمه متجانسه وجميع المكونات كيكونوا يعني منسجمين مزيان بحال شكل ديال الكريمه. صافي، هنا ما كاملش جوج ديال الدقائق، يعني كنضرب مزيان، ومن بعد مباشره كنبدا نجمع العجينه ديالي. خماره ديال الحلوه الوزن ديالها 8 غرام، والدقيق حسب الحاجه. انا احتاجيت بالضبط 400 غرام و 450 غرام في الدقل العجينه ديالي، يعني كون ميزانكم دائما ما تزيدوش الكميه كلها في دقه. فانا مستعمله زبده نباتيه ديال البواطه، الا استعملتوا زبده اخرى يعني زبده حيوانيه ما تستعملوش المارغرين الخاصه بالتوريق. الا بغيتوا تبدلوا او تعوضوا الزبده ديال البواطه بشي زبده اخرى، استعملوا الزبده الحيوانيه او اللي هي ديال لابا كيف ما كنسميوها. فهنا درت واحد الرشه ديال الدقيق، غادي نجمع العجينه ديالي مزيان، وصافي كتكون جاهزه. العجينه خاصها تكون رطبه، ما تقصحوهاش نهائيا، راه ما حدها كتجلسوا هي كتشرب. الا قصحتوها العجينه غادي تبدا كتطلق لكم الزيت وغادي تبدا كتفردت وما تبغيش تجمع. مباشره كنبدا نشكل في الحلوه ديالي الحجم اللي بغيتو ديرو. انا هنا غادي نشكل هذا القياس هذا، وغادي ناخذ واحد الطابع بحال هذا الشكل او اي طابع اللي غادي يسطح ليا الحلوه ديالي. فممكن تستعملوا غير فرشيطه الا ما توفرش عندكم الطوابع. فانا هنا غادي نلصق من بعد ما كنطيب الحلوه كل جوج مع بعضياتهم. بغيت الحلوه تجي مبسطه او تجي رقيقه، وكذلك ممكن تطلقوها بحال الشكل ديال الصابلي وتقطعوها بقطعه دائريه ولا مربعه اللي كتفضلوا. انا هنا كيف ما قلت غادي نستعمل طابع، كنضغط على الحلوه ديالي مزيان حتى كتبسط. ماشي مهم الشكل ديال الطابع، لانه من بعد غادي تغطي الحلوه بالكاوكاو. فبالنسبه للحجم غادي ندير الحلوه ديالي شويه كبيره في القياس، تقدروا تصغروا على هكا الا بغيتوا تجي اصغر، وممكن ايضا تكبروا على هكا الا ما بغيتوش تلاصقوا كل جوج مع بعضياتهم. فانا كنعطيكم يعني الفكره الاساسيه وانتم كتكملوا من عندكم. صافي، هنا حتى كنسالي التكوار ديال العجينه كامله، عاد كنضغط عليها باش تجيني اسهل. وهكا كندخل اللاطه ديال الفران يكون شاعل من قبل كيسخن على 160 درجه الا كان الفران ديالكم كهربائي، واستعملوا المروحه الا كانت عندكم. ما كانتش عندكم ديروا 170 حتى 180، شاعل من الفوق ولتحت. الفران ديال الغاز غادي ديروه على نار ميله ومن تحت فقط حتى تحمر لكم الحلوه وطيب مزيان من تحت ومن الجناب، تبان انها يعني طابت. تشعلوا الفوق ولا تهبطوا على حسب فرانكم، واحد النار مهيله بزاف. دائما هذه هي الطريقه ديال الطياب في الفران، سواء استعملت ديال الغاز او استعملت ديال الكهرباء. ملي كطيب الحلوه ديالي الشكل ديالها كيجي بحال هكا، غادي نخليها حتى تبرد.
ونمشيو باش غادي نفندو الحلوه ديالنا وزينوها. بالنسبه للتزيين غادي نحتاج هنا كاوكاو محمر ومهرمش، دوزتو يعني حمرتو في الفران، دوزتو في الاله الكهربائيه ضربات خفيفه حتى كيتهرمش بحال هكا. وغادي نحتاج العسل العاديه اللي كنستعملوها في التعسال ديال الحلويات. اول حاجه كناخذ الحلوه، كنبدا بوسطه ديال ملعقه صغيره كنلصق كل جوج مع بعضياتهم بواحد شويه ديال العسل، كندير غير واحد شويه باش ما تبقاش كتسيل يعني من الجناب ديال الحلوه، ونحطها على جنب. كنشوف يعني كل حبه اللي كتجي قد اختها، وبحال هكا كنكمل حتى كنلصق الحلوه ديالي كامله مع بعضياتها. هنا فاش ساليت كناخذ العسل اللي استعملتها في التلصاق، ناخذ ايضا الشيطه الخاصه بالحلويات، ونبدا كندهن الحلوه ديالي هكا من الفوق ومن الجناب. ومن بعد ما كندهنها مزيان كندوزها وكنفندها في الكاوكاو المحمر والمهرمش، كنوضعها على جنب ونتابع بنفس الطريقه. فكنديرها الطريقه هذه بالشيطه يعني احسن من اننا نغطسوا الحلوه كامله في العسل، الا غطسناها كامله كتهز كميه كثيره ديال العسل، و يعني كتجينا شويه زايده في الحلاوه. فهكا غير كندهن غير الوجه والجناب وكندوزها في الكوكب. استمر بنفس الطريقه حتى نسالي ونرجعوا باش نشوفوا التتمه. صافي هنا ساليت الحلوه ديالي وفنتها كامله، كناخذ شويه ديال الشكلاط ابيض او اسود على حسب الرغبه ديالكم، كندوبو وكنوضعو في بلاستيك خاص بي ولا بلاستيك عادي اللي موجود عندكم، وكندير هكا خطوط من هاد الشكلاط فوق من الحلوه كتزيين اضافي فقط لا غير. يمكن لكم تخليوها بحال هكا كيجي المنظر ديالها زوين. هذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما ساليت لها التزيين، منظر بسيط وزوين، ومن الداخل كتجي ولا اروع، بنينه بزاف هشيشه، والمذاق ديالها كيف ما قلت لذيذ. وغادي نوريكم يعني القوام ديالها كيفاش كيجي هشيشه، في نفس الوقت كتجي فيها واحد القرمشه ولذيذه بزاف يعني العسل مع الكاوكاو مذاق لا يقاوم. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوها. اذا عجبتكم ما تنساوش كما العاده ديروا جيم، اشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس باش يبقى يصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تخلوش عليا بالتعليق ديالكم وراكم ايضا اقتراحاتكم اللي كتهمني دائما. شكرا بزاف على المتابعه، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.